نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات التطور ليس علم حقيقي، ونكمل في تلخيص القسم السابع الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان. وفي الملخص 136 نكمل بقية كوارث خديعة حفرية إنسان جاوة التي جعلت التطور حقيقي. تكمل خديعة إنسان جاوة والكارثة الثالثة بعد كل اللي عرفناه. ديبوا لأنه زي ما قلت بيميل لفرضية ألفريد راسل إن الإنسان اتطور من أسلاف قردة الجابون في آسيا وليس في أفريقيا زي قردة الشمبانزي اللي بيؤمن بها التطورين الحاليين. في الفترة الزمنية في بداية القرن ده كان ده اللي بيؤمنوا بيه في وقتها. لذلك هو علشان يعترض على نظرية الإنسان تطور من القردة الأفريقية لأنه بيؤمن إن هو تطور من القردة الآسيوية، والوقت ده بدأت تنتشر عشان يؤيد فرضية إنه الإنسان تطور من قردة آسيوية. فديبوا مش بس كشف عن الجمجمتين البشريتين اللي كان أخفاهم لمدة 30 سنة، بل أيضا ديبوا اعترف بنفسه إنه جزء سقف جمجمة إنسان جاوة هو يشبه جدا لجمجمة نوع من قردة الجابون كبير الحجم واللي كان هو بيدرسها في هذا المكان. آدي قردة الجابون، ولكن بعض أنواعها كانت في الماضي كبيرة الحجم. فتخيلوا ديبوا اللي كان مجبر لازم يكتشف أي شيء يثبت التطور علشان يبرر كل التدعيم المالي اللي أخده، اكتشف سقف جمجمة هو عارف شكلها زي جمجمة قردة الجابون كبيرة الحجم اللي هو كان بيدرسها، وأيضا اكتشف عظمة فخذ بشرية وأسنان بشرية، وأيضا اكتشف جماجم بشرية طبيعية. فأخفى الجمجمتين البشريتين، خلط عظمة الفخذ البشرية مع سقف جمجمة قردة الجابون اللي عارف إن هي تشبه سقف قردة الجابون عشان يطلع بالمرحلة الوسيطة، وما كقالش الكلام ده إلا بعد 30 سنة دفاعا عن نظرية تطور الإنسان في آسيا وليس في أفريقيا اللي كان بيؤمن بيها. آدي أدلة التطور، هؤلاء هم العلماء مؤيدي التطور. والإشكالية الأكبر من كده، بعد أكتر من قرن من إقراره لا يزال حتى الآن بيستشهدوا بحفرية إنسان جاوة كمرحلة وسيطة بين الإنسان والقردة وكدليل على التطور، وأضافوا للهومو إريكتوس كدليل واضح على التطور إنه نصف إنسان نصف قرد، رغم إن حتى العلماء الحاليين عارفين إن ده خدعة. يقول لنا الشهير جدا ستيفن جولد ويقتبس من اللي كتبه ديبوا في سنة 1932 تعليقا على سقف الجمجمة: بيثيكانثروبوس اللي هو إنسان جاوة لم يكن بشر ولكن جنس كبير ينتمي للجابون. ده قاله ديبوا نفسه، بيقولوا له علماء المشاهير زي ستيفن جولد. ده مش كلامه الشخصي، ده هو نقل عن كلام ديبوا اللي قاله: بيثيكانثروبوس إنسان جاوة لم يكن إنسان ولكن جنس كبير من قردة الجابون. يعني عارف إن جايب سقف جمجمة قردة الجابون وحطها على عظمة فخذ بشرية عشان يخترع مرحلة وسيطة، وعارف الفخذ العظمة البشرية دي تابعة للجمجمتين البشريتين منهمش علاقة بالقرد. أيضا الويكيبيديا نقلت كلام ده تحت اسم إنسان جاوة، ومراجع كتيرة قدمتها في الموضوع التفصيلي، ولكن لغاية دلوقتي بيستشهدوا بإنسان جاوة كمرحلة وسيطة. مقارنة قدام حضراتكم اللي على الناحية اليمين الجمجمة اللي قدمها ديبوا سقف الجمجمة، واللي على الناحية الشمال جمجمة مكتملة لقردة الجابون، وشايفين حضراتكم انهم فعلا نفس المواصفات التشريحية، فقط انه اللي قدمها ديبوا كانت كبيرة الحجم شوية لان في تنوع من قردة الجابون كان كبير. فتخيلوا اللي اكتشف انسان جاوة خلط عظم سقف جمجمة قردة جابون وهو عارف ان هو لقرد جابون كبير مع عظمة فخذ انسان عارف ان هي ملهاش علاقة بيها لكن ليها علاقة بالجمجمتين اللي اكتشفهم لبشر طبيعيين واخفاهم، وعارف ان الابحاث اثبتت ان الطبقة حديثة، وفوق كل ده اعترف ان سقف هذه الجمجمة هو لقرد جابون، ورغم كده بيستمر ويدعوا ان انسان جاوة مرحلة وسيطة حتى اليوم. ليه؟ السبب ان هم ما عندهمش ادله حقيقيه على التطور. فحتى الادله ان هم عارفين ان هي مزوره ومعروف ان هي مزوره ما عندهمش بديل، فلسه بيستشهدوا بيها. لكن تزوير جاوه مع تزوير بلت داون اللي جه بعدها على طول هو ده اللي جعل التطور الخرافي يظن انه حقيقه. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع drghali.com بعنوان بقية كوارث خديعة حفرية إنسان جاوة التي جعلت التطور حقيقة وتطور الإنسان الجزء 69.